كم نداء وصلك من ربنا لكن عقلك ما توقفش عنده؟ كم فرصة ضاعت منك عشان اتسرعت في التعامل معاه؟ كم مرة كان نفسك الزمن يرجع بيك لورا وتغير قرار ما فكرتش فيه كويس؟ التأني في التعامل مع الأحداث سبب سعادة ناس كتير، والتفكر في كل شيء في حياتنا عبادة واجب علينا، عبادة بتساعدك دايما على التغيير اللي يرضي الله ورسوله. فكر وقرر وعيش سعيد. فكر الموسم الثاني مع مصطفى حسني قريبا على النهار 1.